فخامة الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية بمناسبة عقد القمة العربية الصينية الأولى الهادفة لرفع مستوى التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية بما يخدم المصالح المشتركة لدولنا. كما يسرنا أن ننقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها. وننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققه جمهورية الصين الشعبية من نمو مطرد وتقدم تقني متسارع جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالميا، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا وتعزيز الشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك، ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود، علينا مواصلة تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين في إطار الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا ودعم العمل الدولي المتعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة بما يسهم بتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثل التغيير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية في إطار نهج متوازن يسعى لتخفيف آثار سلبية مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول حياد الصفر لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد. وتثمر المملكة تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز عملنا البيئي المشترك مع مراعاة المصالح التنموية للدول وتفاوت الإمكانيات بينها. وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة، تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي. ونثمن دور الجمهورية الصين الشعبية بطرح عدد من المبادرات القيمة، ومن أهمها مبادرات أصدقاء التنمية العالمية التي تتوافق مع الجوانب عديدة مع أولويات المملكة تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهود بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية الدولية. وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية، وتؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، كما تدعم المملكة الجهود الرامية لوصول حل سياسي شامل في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن. كما تؤكد المملكة أهمية مضاعفة الجهود الرامية لجد حلول سياسية لإنهاء الأزمة في كل من سوريا وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك. وفي الختام، نجدد تأكيد أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق آثار إيجابية مستهدفة في جميع المجالات على المستوى الإقليمي والدولي. مقدرين الأمين عام جامعة الدول العربية ومن سبيل الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار. شكرا. والآن أدعو فخامة الرئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لإلقاء كلمته فليتفضل.